ويفكر ان السلالة دي كحجم وكمعدل تحويل بالاسعار دي هي اللي هتنفع معاه. بنحذر كتير لكن في الاعادة افادة للجميع. مشاهدينا الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة بسبب ارتفاع اسعار اللحوم، ناس كتيرة لما بتشوف عروض لسلالات الماعز سواء كان ماعز كبروسي او ماعز حجازي بيشوف الاحجام يقول ما شاء الله هي الماعز اللي تنفع معايا للحم وتديني تديني حجم كويس وتديني تصافي عالية، لكن للأسف هو ما يعرفش ان الماعز دي حتى ممكن يقول لك انا عايز جدي منه او عايز سلالة منها او عندك ذكر وانتهى من نفس السلالة دي. طبعا التفكير ده في البداية تفكير انت شايف انه هيكون كويس وبداية مشروع كويسة، سواء حتى عاوز تعمل اكتفاء لنفسك تربي في البيت على السطح، عايز عدد بسيط تعمل اكتفاء بالنسبة للحوم لبيتك. التفكير كويس لكن طريقة الاختيار بنندهش من العروض ومن ضخامة المعيز ومن حجم المعيز. ويفكر ان السلالة دي كحجم وكمعدل تحويل بالاسعار دي هي اللي هتنفع معاه. خلينا نقسم الناس اللي عاوزة تربي معيز لنوعين، واحد عاوز يعمل مشروع تجاري، وواحد تاني عاوز يقول لك اللحوم بقت اسعارها عالية ممكن اجيب مثلا معزتين ثلاثة وقفهم عندي على السطح ياكلوا، اجيب لهم طبعا هيجيب لهم العلف يساعد معهم طبعا لو في عيش ناشف ما يطلع من البيت مع شوية تبن مع شوية برسيم لو عنده ارضة، ويشتري لهم شوية برسيم ويقول لك كده انا اقدر ان انا اوفر لبيتي لحمة تكون مضمونة وفي نفس الوقت بتكون تكلفتها اقل من الاسعار اللي احنا بنسمعها دلوقتي حاليا في اسعار اللحوم. التفكير ده تفكير سليم، لكن لما نعمله بالطريقة دي اوعى حد يغلط بقى الغلطة دي اللي انا هقول لكم عليها. واحد عاوز يربي فوق سطح البيت، هقول لحضرتك هتعمل ايه. احنا عندنا السلالات اللي موجودة في منها سلالات بتكون احجامها عالية واوزانها عالية لكن مش بتصلح او نسبة تصافيها بتكون قليلة، وفي سلالات تانية احجامها عالية واوزانها عالية وتصافيها بتكون عالية. هدي لحضرتك مثال، احنا عندنا في المعيز لو سلالة زي سلالة الماعز البور الدم النقي منها، كواحد عايز يربي ويعمل حاجة على قد البيت او مشروع تجاري بسيط، مش شرط ان انت تروح تجيب حاجة جيل خامس او جيل رابع او تختار دم نقي او تجيب اعلى حاجة في السلالة، هتشتغل فيها في الخليط اللي هي بتبقى فيها نسبة من اي سلالة تانية مع سلالة البور، لكن بتبقى واخدة تكوين وحجم وشكل البور وبتاجي بسعر كويس زي سعر اللحم. تشتريها ازاي؟ توزن على الميزان وتشوف النهاردة سعر الكيلو قايم في المعيز حوالي مثلا، في ناس بتقول ما انا محدش نفس قدامي بالسعر ده، لكن في ناس بتقول ان الاسعار وصلت ل 140 و150 جنيه كيلو قايم في المعيز، وطبعا بيبصوا النهارده شوف سعر العجال قايم كام فبيحسبوه على السعر ده. فحضرتك هتشوف الاسعار ماشيه كام في منطقتك او في بلدك وهتشتري ذكر خليط بور يتراوح وزنه من 50 ل 60 كيلو، اضرب بقى في حسب الاسعار اللي ماشيه عندك. يبقى انت كده خدت الذكر الخليط البور الرقبه الحمراء او الرقبه الصفراء او الرقبه البني مع القرون بتاعته، سواء قرون مظبوطة او قرون مفتوحة كل ده ما يهمنيش، المهم يديني وزن 50-60 كيلو يكون كاسر جس النات او كاسر 4 على اقصى حاجة. ده بالنسبة للعمر بتاعه. الطلوقة ده البور ميزته ان بيكون حجمه بيكون كنز وفي نفس الوقت بيكون مليان لحم وبيكون قصير من الارض. لما بتاجي تجيب له معيز تمشي معاه في التهجين ممكن تنزل اي سوق قريب منك تشتري معيز بلدي، تكون معيز بلدي كبيرة، يعني ممكن تجيب معيز والدة بلدي كسرة 6 سنات او قفلة جديد. المعيز دي هتدخلها للطلوقة الخليط البور اللي عندك، ما يهمنيش بقى معيز لونها ابيض لونها احمر بقرون مش بقرون، انت راجل عاوز حاجة تشتغل معاك في اللحم. المشروع ده مع المعيز البلدي مع الذكر البور اللي عندك او مع المعيز الشامل اللي هتدخلها للطلوقة البور هيشتغل معاك كويس جدا وباقل التكاليف. الذكر البور هتستفيد منه في اي وقت كلحم موجود عندك او محتاجتوش كطلوقة او استغنيت عن المشروع، مش هتخسر فيه سواء بحته او استخدمته في اي مناسبة. وبالنسبة للمعيز اللي عندك هتكون اسعارها كويسة وهتشتغل مع الذكر وهتجيب لك انتاج لحم حاجة كويسة. الميزة هنا في السلالتين اللي احنا قلنا عليهم البور مع البلدي او مع الشامي، بس البلدي اني مش البلدي اللي لسه رباعي، بنقول البلدي اللي تكون كسرة 6 او قفلة ولدت مرتين 3 قبل كده حجمها كبير هتتحمل العشار من الجدي البور، وجدي البور الخليط ولا عايز رابع ولا خامس ولا تالت ولا تاني، المواصفات اللي انا قلت عليها من شوية. حضرتك كده
الناتج بتاعهم ان شاء الله هيكون في نسبة كبيرة من دم البور، هتفرق معايا في تصافي اللحم. البور قصير من الارض بيديني تصافي اعلى بكتير من اي سلالة تانية. نيجي نشوف واحد مبهر بالسلالات العالية اللي احنا بنشوفها زي الحجازي، زي الباكستاني بيكون في داخل فيها جين قبرصي. المعيز دي بتكون واخدة طول وارتفاع عن الارض، بتكون عالية فبتبهر اللي بيشوفها. المعيز دي الناس بتستخدمها، هي تمشي معاك في اللحم كويسة، لكن بتستخدم اكتر كغية. الناس اللي بتحب شكل ومواصفات والارتفاع والودان والكلام ده كله بتديك الغرض من اللحم، لكن مش زي تصافي البور. المعيز الباكستاني والمعيز القبرصي والمعيز الحجازي رجليها بتكون مرتفعة عن الارض، الاوائم بتاع الرجلين بتكون عالية، بتدي احجام كبيرة، بس مش زي البور في البداية بتبدأ تعمل لحم بعد ما السن ما يقفل، ولكن تصافيها بتكون اقل وبتشتغل اكتر مع السلالات. يعني لو واحد جاب له ذكر حجازي زي اللي بيشوفه يقول لك انا عايز من نفس السلاله دي، المعيز دي بتشتغل اكتر مع المعيز الزرايبي، مع المعيز الحجازي، مع المعيز، يعني اي سلاله اسعارها عاليه مش هتفيد حضرتك اكتر في المشروع اللي انت هتبدا فيه. طب واحد غاوي الموضوع ده وعاوز يشتغل فيه، هقول لحضرتك زي ما شريت الطلوقه البور ابو 50-60 كيلو، هتشتري نفس الكلام سواء كان شامي او حجازي او كبروسي، هتشتري بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها. عايزين الحاجة الخليط هيكون فيها ودن برضو كويسة، وهتكون فيها حجم كويس، وهتشتغل معاه بيبقى هتنزل السوق تجيب له معيز زرايب، معيز واخدة العكفة واخدة اللودان الطويلة، هتدخلها للذكر الكبروسي الخليط اللي جبته او خليط الحجازي اللي جبته. قلنا هتشتري ازاي زي ما شريت البور بالظبط، هتطلع خلايط هتبدأ تبيعها للناس الغواء اللي عايزين سلالة، ولكن هتكون اسعارها في المتناول بالنسبة للجميع، وهتقدر تسوقها في وقت مش هتقدر تسوق فيه الخلايط اللي هتطلع من عندك لخلايط الحجازي او الكبروسي، هتقدر تستخدمها كان انت تستخدمها تدخلها في التسمين وهتشتغل معاك كويس، ويبقى هنا مفيش اي ضرر خالص من الفكرة في البداية. مين اللي يروح يشتري الجديان اللي بعشرين وبتلاتين الف؟ يقول لك انا اشتري بتمن الجدي ده، ممكن اشتري بيه مثلا اجل او اشتري بيه بقرة مثلا. الناس اللي تبدأ تكون هي بالفعل بدأت واسست مزرعة وعارف واشتغلت سنة واتنين وتلاتة واربعة في الشغل اللي احنا قلنا عليه ده، وخدت خبرة كويسة جدا في تربيتهم، وعملت ليها سوق وتقدر تسوق السلالات العالية، زي بالظبط فكرة انتاج الحمام المراسلات. بنشوف سعر الحمام المراسلات سعره بيوصل، الجوز بيوصله كام، في نظير ان جوز الحمام البلدي ممكن تجيبهم بمية جنيه، والحمام المراسلات بيوصل اضعاف اضعاف الرقم ده، ومحدش يقدر يقول ان انا هشتري بدل ما اخد الجزء الحمام المراسلات اروح اشتري بتمنهم عجله، لا دي طريق وده طريق تاني خالص، واحنا واجبنا ان احنا نوضح لحضراتكم. وانا ما ينفعش احجر على حد او اي تاجر عاوز يبيع، انا دوري ان انا انبه واوضح واعرف الناس ايه السلاله اللي تنفع معاك، ايه السلاله اللي ما تنفعش معاك، والاختيار في الاخر بيكون لصاحب القرار وصاحب المال. كل الناس اللي شقيانه في فلوسها وتعبانه فيها، ما ترميش الفلوس في اي حاجة وخلاص، اسأل واحد واثنين وثلاثة، ورقم تليفوني موضح امام حضراتكم لو حد عنده اي استفسار في اي وقت يقدر يتواصل معايا عن طريق الاتصال او عن طريق الواتساب. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة على خير بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.